انظروا أيها الشباب في همم الصحابة والسلف عندما كانوا شبابا. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من شباب الصحابة وصغارهم، يقسم ويقول: والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. هكذا يريد أن يقضي فترة شبابه. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل معه أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وأن يختم القرآن الكريم في كل 3 أيام. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أمره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على جيش لغزو الروم وهو ابن 18 سنة. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينصر الدين في غزوة أحد، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، ثم أجازه في غزوة الخندق عندما بلغ 15 سنة. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها روت للأمة ربع أحاديث الأحكام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها 19 سنة. وجلس الإمام مالك رحمه الله للفتية وهو ابن 21 سنة، وفتح محمد بن القاسم رحمه الله بلاد السند والهند وعمره 17 سنة. هكذا أيها الشباب أيها الفتيات، أقبلوا على ما ينفعكم.